نحن الآن في الاستديو نقوم بالطقوس المعتادة بالتحضيرات بالبروفا السابقة لكل لايف شو. هيدا مش أول مرة بنعمل ريهرسلز، بس كل مرة بشتغل على حالي إنه أكون عم بتضحك أكتر، لأنه أوقات أنا بركز كتير بطل هيك إنه أتضحك، فعم بشتغل على هالموضوع إنه تضل هيك البسمة مبينة وجهي. أكثر شيء ركزوا عليه في التمرين السؤال اللي بيجيني بيوجه لي كيف بيكون جواب حقه، وإلى الآن ما لقيت، ما عرفت كيف أتكلم على السؤال. أصدقائي قالوا لي كي تكوني واقفة على المسرح لازم تكوني شوية واثقة من حالك، فراني نركز على هذا الشيء، ابتسامة وثقة بالنفس. أنا الحمد لله بقى عندي ثقة كبيرة في الوقفة على المسرح، بس أنا دلوقتي بحاول أشتغل على فكرة إن أنا أكون عندي سرعة بديهة أكتر، وإن أنا أرمي نكت وأهزر كمان على المسرح مع اللجنة ومع كرم. مارينين عم بتدور لي على عروس، حابة تجوزني، ما بعرف ليش، فشايفتني يمكن عم صيع وضيع آخر في الآونة الأخيرة، فقالت لازم تتستر يا عبد وحان الأوان. تنستر؟ تنستر، صار لازم انستر. سمر تفضلي. يلا يا سمر. وقت التدريبات الشخص اللي بيكون على المسرح نحن بنكون باك ستيج عم نتفرج على الفيديو تبعه، واوقات بنكون عم نضحك، اوقات بنكون عم نعطي تعليقات حسب الفيديو. يعني احلى فيديو هيدا الجمعه بحس راشد، وبحس كمان نور ابراهيمي، حلو كتير الفيديو تبعه. الفيديو اللي عجبني اللي لفت لي نظري هو تاع راشد، عجبني كيفاش خدم الفيديو تاعه، بزاف شباب. جنان، زاهد، نور، تفضلوا بليز. اكتر فكرتين معجب بيهم المره دي ومقتنع بيهم فكره زاهد، لان هي بتتكلم على بدايه الادمان، الادمان اصلا بيجي منين، ما اتكلمش على الادمان نفسه. وفكرتي طبعا زاهد، كثير حبيت الفيديو تبعه، كثير مهضومه الفكره كيف اليوم عم يطرح موضوع الادمان بطريقه كوميديه وكرتونيه، ما بعرف شو مهضوم الفيديو تبعه. احلى فيديو هو راشد، حقن بالالوان، عم يحقن الوريد، عم يتنفس، عم بيعيش، داهن كل جسمه، فانه يعني شمل الموضوع بكل النواحي. فيديو نور كان حلو، وعبد الرحمن كمان الفيديو تبعه كثير educational informative. يعني برايي هيدا الاسبوع اللي بيطلع الاول ممكن يا نور يا نور الدين، لانه الفيديوهات الاثنين تبعتهم كثير قويه. أضعف فيديو هذا الأسبوع ربما ماريلين، لأنها كانت شوية مذيعة. هو مش وحش بس عادي، إحنا ما تعودناش من ماريلين على كده، ضعيف نوعاً ما، هي بالعادة بتقدم شيء أحلى بكتير. اللي قالوا إنه أنا الفيديو تبعي الأضعف، أنا ما جبت فيديو تبعي من اليوتيوب، أنا ما قلدت أفكار معروضة أوريدي من قبل، أنا حطيت رأيي 100% وكنت كتير بيرسونال بهذا الفيديو. إذا هن شايفينه كصورة الأضعف، بس أنا أكثر وحدة حقيقي الفيديو تبعه. نحن هلأ باللايف شو رقم 7، قطعنا نص الطريق، بقيان أدوا لهالطريق اللي قطعناه. مبسوطة أنه وصلت لهون، ومتمناية أنه كفي ووصل للنهائية. بس شوف الفيديو تبعي على شاشة كبيرة، أكيد بشوفه أحلى من ما أشوفه على اللابتوب أنا عم بشتغل. أنا شخصياً مهم لي بزاف أني نشوف الفيديو تاعي قبل ما نعود نشوفه في اللايف، باش نعرف كيفاش راح يكون شكله، ولا نعاود نشوفه أنا كمتفرجة مش من عين صانعة الفيديو. نظرتي بتختلف للفيديو تبعي لما بشوفه على الشاشة الكبيرة، لأنه على البيك سكرين في أشياء تفاصيل صغيرة ما بنشوفها، فبصير بشوفها على الشاشة بصير بقول
ولو حلو عم شوفه على شاشة كبيرة ومبسوطة فيه وعجبني كأنه أول مرة بشوفه. أحس إنه أوكي يمكن كان هنا أكو غلط بالصوت. شو حسيت هاي اللقطة طولت أكثر من اللازم وتحس إنه أوكي أنا هذا الفيديو مالتي اللي أنا تعبت عليه واشتغلت على شاشة اللابتوب الصغيرة راح يشوفوه هسه الجمهور وده تشوفه اللجنة فإحساس حلو صراحة. لما أتفرج على الفيديو تبعي على الشاشة الكبيرة هو بشوف كل غلطة أنا عاملها ومعظم الأوقات بقول هاي الأشياء كان لازم بدلها. خلص الريهرسل وهلأ صار وقت نطلع نعمل شعرنا وميك أب. بكفي فضايح وأنا بهالشكل على الكاميرا. هلأ خلي جعفر يروح وتجي ماريلين. باي. انتي ممكن عم دوريني على عروس؟ ايه. انا اللي قلتلك عريس. وينه؟ بس الماني وعيونه زرق واشعراني هيدا هو العريس الالماني. حكم من نص دين الماني يتكلم الماني؟ اي الماني. اسمك يوهانس واول ما تفوت قول دو زيست say a good house. Okay. This you're honest. إلا I love you. I love you. بالألماني. الحلقة السابعة وأكيد المسابقة بقت مضغوطة قوي لأنه فاضل تقريبا 9 وهيبقوا 8 بعد اللايف ده وكل واحد بيعمل حاجات بجد بجد بيشتغل عليها بالكل الكومنتس اللي بنقولها فكل كل حلقة ما بنعرفش نختار مين. يعني موضوع الإدمان هو أحد المواضيع اللي لازم نحكي فيه لأنه كل ما صار فيه توعية كل ما تجنبنا. يعني في قصص يمكن شوية تابو بعد مجتمعاتنا ما كتير بنحكي عنها أنه لا نحن ما عنا هيك شيء أو بس لا كتير مهم. يعني كل ما حكينا فيه كل ما قللنا من خطر يعني أنه يصير. فهي فكرة التوعية ديت مهمة أنه لما أنت تكون سكرولينج على الفيسبوك أو على إنستغرام أو بتاع لو شفت فيديو ممكن يكون ملهم بطريقة معينة وممكن تساعد شخص. كل أسبوع عم بيكون موضوع أحلى وأهم من موضوع وهيدا الشيء اللي بيجذبني وبيجذب كتير من الأشخاص اللي عم بيتابعوا هالبرنامج هيدا. صرنا بنص الطريق ومرقوا بسرعة الوقت كتير مرقوا بسرعة والأشخاص اللي غدارونا اشتقنا لهم واللي عم بيغدروا رح نشتاق لهم فبالنتيجة ما بتبقى إلا الذكرى يعني وإن شاء الله يكون في بصمة حلوة نتركها لكل الناس اللي عم بتشوف هالبروغرام. اليوم الحلقة رح تكون كتير حلوة لأنه كل واحد فينا صاب موضوع الإدمان من وجهة نظر مختلفة فرح يكون في فايدة كتير بالفيديوهات اليوم. بكل برايم النجوم بلا حدود عم ينقلنا موضوع التحدي لمحطات مختلفة. تحدي ابتدى ومع صور أنطون من الاثنين عن فيلم ويلنس نشوف أول فيلم ليلة للتوعية بمخاطر الإدمان. اليوم أنا أول وحدة بطلع على المسرح يعني أول مرة بختبر هيدا الشعور فهيك شوي خايفة هي إنه يكون أول حدا غير إنه آخر حدا لأنه ما بكون بعد عارفة كيف على أي أساس عم بحطوا العلامات وكيف عم يعالجوا الموضوع الإدمان يعني بأي طريقة بدهم نعالجوا. عتليني هم يقولوا إنه كتير أخذت الموضوع إكستريم يعني عظمته كتير. هيدا الجمعة غيرت شوي ستايل الفيديو تبعي فبعتقد راح يحبوا راح يستفيدوا من الفيديو أكتر كمان. قدام هم هالفيديو يشوفوا كل يعني ما بعرف كل العالم لأنه كلنا بنعرف إنه قدي السكر هو مرض. أكيد بعمل لايك وبعمل شير وبعمل كل شيء. حبيت كتير الفيديو. كتير حبيت فيديو سمر. حبيت الموضوع أول شيء انتقائك للموضوع كيف نفستيه بالأول كيف شفنا الأكلات عم تدخل بعدين كيف شفنا التفاعلات الكيميائية بالدماغ بالجسم كل شيء كان منفذ كتير حلو يعني thumbs up وبعمل له شير أكيد. التطور أكتر هو الستركتشر أو عظم الفيديو من أوله لأخره بالميوزك فكرة البيلد أب بتاع الإثارة في الفيديو وتوصلك لكونكلوجن في الاخر انه صحتك هي دي بتجيب لك السعاده مش الادمان فبرافو. خلينا نشوف طلعوا العلامات على 75 شو بتقولي العلامه عاليه 61 سمر ثانك يو
61 عالمة بتخبرني ارتاح انه انا ما رح اكون بمنطقة الخطر، بعد مش عارفة كيف رح يكون تقسيم العالمات، بس انه اكيد عالمة منيحة مبسوطة فيها، مبسوطة بتعليقاتهم اكيد. هيدي اول مرة بشتغل انه اديتنج، انه هيك اشياء جديدة، فانا حسيت انه حسوا بهذا الشيء فانبسطت بهالشيء. فاجئتني بقالها كذا اسبوع، المرة دي هو الفيديو ما اقدرش اتكلم عنه في اي حاجة، اتس فيري ويل وركت اون، و لا يعني المفاجأة ان هي بتتحسن اكتر. انا والله حطيت لها يعني اكتر علامة قصوى ممكن احطها، فممكن بقى تبليم يارا وفايا بقى هم اللي حطوا لها علامات قليلة. والنبي ايه؟ والنبي اه والله لا مش صحيح الموضوع، مش صحيح اللي قاله، كله مش صحيح. انا ما بعرف شو قال بس مش صحيح. قال نحن اللي حطينا عليه واطي هو 20 seconds please. ايه ده يا نحو هلا مع جنان وكيل من سوريا منشوف كيف الشاعر بيقدر يساهم بالتوعية من الإدمان على أنواعه. اليوم أنا تاني وحدة وكتير انبسطت بهالشي، دايما أنا بكون يا بالوسط يا خامسة سات يا بالأخير. سمر أول وحدة كانت، اللجنة كانت منيحة مع سمار، وأنا هلأ دوري إن شاء الله يكونوا معي نفس الشي. اللي بخليني يكون مرتاحة أنه أنا واثقة من الشي اللي عم بعمله، سواء أنه تلقيت نقد إيجابي ولا سلبي مو فارقة، لأنه الشيء اللي عم بعمله أنا هو لحالي قبل ما يكون للجمهور. قبل ما أطلع على المسرح بتنفس بطريقة منظمة، باخد نفس، بحبس النفس لمدة 10 ثواني بالبطن، بعدين بفرغ بهدوء، فدماغي بصير صافي وتركيزي فقط على النفس، فبرتاح. كتير متحمسة لأطلع وليشوفوا الفيديو تبعي، لتوصل الرسالة منه، حابة أعرف شو رح تكون ردة فعلهم. أنا شايف الإمباكت أو التأثير بتاعك النهاردة قوي جدا. ادمان الحب ده محتاج مسج معينه تكون ستريت تو ذا بوينت في وشك. احساسك اختلف تماما عن اي فيديو شفته لك، ما اعرفش ليه، حتى طريقه القائك في الشعر بقت ملونه اكتر وحاسين فيها بكسره. اه يعني انا بالنسبه لي ده اكتر مره تقدمت فيها، غير الفيديو بتاع كان ايه بتاع يوم المراه. حبيت يعني انت بفئه الشعر اكيد هيك حلو موضوع الإدمان العاطفي، بحس اختيار كتير موفق. يمكن إنه مقدمة منيحة للقصيدة بحد ذاتها، بس ما بعرف أنا هيك يعني أنا هيك بحب الشيء اللي لازم نقرأ بين السطور أو إنه كتير يعني هيك نحلل شوي أكثر، بس بشكل عام أحسن بكتير كتير من قبل. الفكرة كتير حلوة، مثل يعني مثل ما دايما الكلمات الشعر اللي بتختارهم كتير مؤثرين، وخاصة اللي لفتني انه هي وعم تحكي اول شيء الشعر صوتها في حزن، في مرض، في اختناق. صحيح. خلينا نشوف العلامه اللي رح تاخديها جنان على 75 عن فئه الشعر، اذا 62. شكرا. علامتي 62، ما حبيتها. أنا الفيديو تبعي بيستحق أكثر، وخاصة الكومنت اللي عطوني هي كتير عجبهم بهالفيديو، حاطة كتير إحساس وكتير مشاعر، فلازم يكون كان ياخد أكثر. يارا ووائل عطوني كومنتات كتير إيجابية، فايا قال بعدها عم تلاحظ مباشرة، مع أنه أنا كنت بهالفيديو مدخلة صوت شاب معي عم يرد علي، ومشان المباشر أنا حذفت صوت الشاب وخليهم هنن يتخيلوا مع مين أنا عم أحكي. فمع هيك هي ما بعرف شو بدها صراحة، يعني شو ما عملت عم تحسه مباشرة، بدها تتخيل كل شيء. مرت الجاي ما بعرف بدي أعمل لهم شيء خيالي بحيث ما يفهموا الفكرة، ما بعرف شو بدي أعمل مشان ما يكون في مباشرة. مع زاهد فيلم بان من السعودية نتعرف على دور الثقافة والعلوم بمحاربة آفة الإدمان. أنا بدي أطلع المسرح، دوري جاء، متحمس أعرف رأي اللجنة في فيديو الهامسترز تبعي. الصراحة مش عارف أتوقع إيش ردة فعل لجنة التحكيم على الصوت المختلف اللي استعملته هذه المرة، صوت سمر، شوي ندمان على فكرة الهامسترز، كانت فكرة سيئة أعتقد. بإذن الله يعني ما أخش منطقة الخطر، بس أحس إنه في فرصة، بالذات إنه يعني الفيديو احتمال ما يكون مرة في رأيي يعني لجنة التحكيم. الفيديو في يعني هو حلو جدا، بس
انت ممكن تلخبط الناس بفكره القفص والسجن، لان هو اوريدي كان في قفص. يعني لو ده ايحاء فانا ما فهمتوش. صوت البنت ما عجبنيش خالص، بس انا مقهور انه فكره زي دي ممكن تتفهم غلط. انا بصراحه بدي اقول لك كيف يعني بتفق شوي مع وائل، لانه انت كثير تعمقت بتفاصيل التجربه وبالاخير اعطيتنا كونكلوجن هذه المسج، انه كثير بسرعه زي ما انا مثلا كان عندي انه احيانا بتفوت على الامتحان بتكتب 10 صفحات ديتيلد، اخر شيء الحل او هو اهم شيء بتحطه بسطرين لانه خلص الوقت. عرفت كيف؟ انا هيك شوي حسيت انه يا ريت سمعنا اكثر يعني عن شو اكتشفت التجربه يعني. بس كفيديو انا بالنسبه لي بحس انه بدي احضره بعد مره تفهم شوي القصة مظبوط وتفاصيل، بس اللي وصلني من كأول مرة عم شوف الفيديو الرسالة اللي قالها آخر شيء إنه قديه مهم إنه يغير بيئته المدمن، لأنه هيدا الشيء بيأثر عليه أكيد، فهيدا اللي جذبني أكثر شيء. بالضبط. خلينا نشوف العلامة يلي وضعوها أعضاء لجنة الحكم على الفيديو. 57 هيدا أقل معدل تحصل عليه بهيك. شكلي راح أخرج اليوم يعني بالعلامة اللي أخذتها 57. الصراحة توقع أحسن شوية يعني في الستينات، بس مو دي الدرجة شوية يعني. أحس يعني الحكم كان شوي إكستريم. زاهد بيعمل كتير قيمة مضافة، يعني هو الوحيد من الفئة كتير علمية، يمكن بس لأنه عودنا زاهد على مستوى كتير عالي ودائما نقول واو، فيمكن مشان هيك شوي هيك حسينا يعني مش مثل كل مرة. بس بشكل عام الفيديو تبعه كان حلو، يعني أنا شفت أقوى شيء من الخمس عناصر عنده كان الإمباكت أو التأثير، يعني المسج اللي قاله. الفيديو كان واضح، تكلم عن إدمان الأكل، المعلومة على قدر الإمكان صغرتها جدا، بس برضو يعني كان مش كافي، كان مفروض أتكلم عنها أكثر. بالنسبة لي الفيديو هذا كان مخاطرة، وللأسف الشديد it backfired on me، يعني حصل العكس. مع نور إبراهيمي من الجزائر منشوف شو أنواع وأشكال الإدمان يلي بتواجه محبي السفر والمغامرة. أنا طالعة دوكا على الستيج، أنا الرابعة اللي راني طالعة. توتر كيما كي تكون الأول كيما كي تكون في الآخر، كنت متوقعة بلي حيكون توتر أقل، بصح دوكا راني متوترة شوية، فإن شاء الله خير. الفيديو اللي خدمته مصور بطريقة مختلفة، فنظن راح يلفت انتباههم من هذه الناحية. من ناحية المحتوى مانيش عارفة، الحاجة اللي راهي مخوفتني يمكن الفكرة ما توصلهمش كيما راني حابة توصلهم. يارا بتأيدي رسالة نور؟ ذكرتني لما نحن نكون مسافرين عن جد هيك منحس انه يلا بدنا نصور هي حلو انه نخلي الناس تتشارك معنا بالاشياء اللي عم نشوفها بالبلدان اللي عم منزورها باي شيء عم نعمله. بس اكيد الاشياء الاكثر من حدودها خلص بتصير ما لها معنى، بصير في مزبوط هون ادمان. فكتير حبيت الفكره وكيف مفسرتها بهالطريقه وطريقه التصوير وهالاشياء اللي طلعت وعملت لايك من مهضومه كثير. لا شي واز هيب كده، وفي عندك طاقه، وحتى كمان الشغل المشغول الجرافيكس بتاعتك متقدمه، يعني لدرجه ان انا يعني انت عملتيها لوحدك؟ لوحدي تعلمتها. التيك بتاعك او الزاويه بتاعتك كانت مضحكه، انك حطيتي فيها لمسه مضحكه واشتغلتي فيها جماليات اكيد حلو. كلنا انا بعمل كده، حلو نصور بس حلو كمان نستمتع باللحظة، مش بس غير إدمان عدد اللايكس وهيك، يعني حلو كمان أحياناً واحد عن جد لأنه حلو كيف كنتي عم تصوري فرحانة تحطي الموبايل زعلانة، هاي كتير هيك فرجتنا شيء غير مباشر يعني كتير حلو. فأنا بصور بس مش كل شيء بحطه بوست، يعني بعدين كلهم بينزلوا فجأة يعني ضربة واحدة. خلينا نشوف نور قديه بتاخذ على 75. 59 يا نور. ما عجبتنيش العلامة مقارنة بالتعليقات الحسنة اللي ديتها بزاف، عجبهم الفيديو وضحكهم، فما فهمتش علاها عطوني 59. يمكن فايا أوائل ما عطونيش بزاف، فايا قالت لي إنها حبت إنه كان زدت أشياء في الفيديو، فيمكن هي تكون نقصت شيء في العلامة. الحمد لله اللي بون التعليق اللي عجبني هو تاع وائل كي قال لي بلي بدلت واستعملت الجرافيكس، و أم جلاد بلي لاحظ بلي استعملت جرافيكس وبزاف واعرين، فالحمد لله اللي عجبهم. الجمعة اللي فاتت كنت في منطقة الخطر، هذه المرة مازال لحد الآن راني في المرتبة قبل الأخيرة، فممكن نكون في منطقة الخطر ولكن نتمنى أني ما نكونش.